مقادير سمك البلطي بالصيادية أو بالدمعة أو بالتخديعة أو بالصلصة على الشاشة. سمك بشبار بلطي معانا بصل ومعانا طماطم معانا ملح وفلفل والبهارات والحب بتاع الدكتورة دينا النهاردة هو اللي هيتبل السمكة. أنا هعمل كل حاجة وحضرتك اللي هتبلها بإيدك. تمام خلاص أوكي. السؤال اللي دايما بنسأله السادة المشاهدين وضيوفنا اللي بيجوا اللي بيشرفونا في البرنامج، بنتعزم ولا بنعزم؟ دكتورة دينا فكري، بتعزم في أول الشهر الكريم ولا بتتعزم؟ لا في أول الشهر لازم إن أنا أروح بورسعيد عند بابا. حلو. ونفطر معاه خصوصا بعد يعني ده تقليد عندنا إن احنا لازم نفطر مع العيلة كلها. تسافر بورسعيد. وطبعا العادات والتقاليد بتاعت بورسعيد حضرتك عارف، البطة. البط. والملوخية. والبطاطس. لا أول يوم في رمضان لما بيجي رمضان يعني ويجي عارفين ان بكره رمضان، عارفه انك هتلاقي على السفره واحد اتنين تلاته من ايه؟ هل ملوخيه زي كالعاده، محاشي، سمك بما انك انت بنت بورسعيد وهكذا؟ لا اول يوم معروف في بورسعيد البطه. البط. البط لازم يعني اول يوم. بأي طريقه بقى يتعمل؟ البط لازم بالمرتة، وهي على فكره ما اسمهاش مرتة عشان المرتة اللي هي بتاعت السمنه. مظبوط. لكن هي اسمها المرتة. وبتتعمل المرتة اللي هي ايه يا دكتورة؟ اللي هي البصلة بقى. البصلة متقرمشة متقرمشة ومش بضربها في يعني ما بخليهاش ناعمة، لازم تبقى خشنة. حلو. وبحط عليها البهارات. حلو. وبتبلها بايدي كويس جدا، يعني لازم ادعك الخليط كويس جدا. حلو. وبعدين بعد كده زي ما قلت لحضرتك قبل كل اللي انا بعمله ده لازم اكون بعمل محلول النقع للبطه. حلو. اللي انا قلت عليه في الاول علشان اضمن ان البطه يعني مش فيها زفاره. بالظبط كده. حلو. وبعدين بعد كده بشوح البطه في مستكه وحبهان. حلو. وبعدين بحشيها بقى واقفلها، ولما بتستوي بقى في الميه والبصله وبحط لها البهارات بتاعتها. وحضرتك بتشرحي الطريقه متمكنه، يعني عارفه يعني طريقه الشرح نفسها بتقول انك انت عملتيها اكتر من مره على طول. ودي حاجه حلوه. يعني مش حافظه زي ما بيقولوا. لا فاهمه. وانا يشف الاخت الكبيره. الاخت الكبيره في العيله. وانا كمان عندي مشكله. اتفضلي. ان انا لما اكون في المطبخ ما بحبش حد يدخل معايا المطبخ خالص، ولا يساعدك ولا يساعدني. أوكي. ولا يحرك ولادك ولا ولا يحرك حاجه من مكانها. اي فعندي مشكله في النقطه دي. يعني حد مثلا حب يساعدك ويقف مثلا في عزومه؟ لا مفيش. يساعدني ان هو ما يبقاش معايا، ما يدخلش المطبخ. دي مساعدتك ليا انك انت ما تبقاش حشري. بالظبط. خش المطبخ. حلو. اي بالظبط كده، ان هو ما يبقاش معايا. حلو. طيب انا بعمل دلوقتي الصياديه بتاعت السمك البلطي. بحطيت بصلايه على النار، بتبلها بشويه. انا عايزه بصل. اتفضلي. بصل. ده مطبخك واللي انت مش عايزاه انا اجيبه لحضرتك. شويه كمون، شويه كزبره، شويه بابريكا، الخلطه بتاعت الصياديه، ملح وفلفل. ايه رايك اساسا للصياديه مهم جدا الملح والفلفل والكمون. طبعا في ناس كتير بتحط بقى الكزبره والكركم. بس اساسي فيها الملح والفلفل والكمون. دول اساسي مع السمك. وبحب جدا طبعا حبهان والمستكه. يعني اساسي جدا في الخلطه مع السي فود. حلو. كمان جميل. في سلطه الطحينه لازم يبقى في مثلا، بحب جدا اكتر من البصل يا شيف، البصل الاخضر او الكرات. ده جميل البصل الاخضر في الاكل. بيدي كمان بيدي مع الرنجه يعني طعم تحفه. الدكتوره دينا بتميل اكتر للاكل الشرقي ولا الاكل الغربي؟ يعني مثلا هي من هواه الاكلات الشرقيه والتقليديه بتاعتنا، ملوخيه بقى والصياديه والكشك والحاجات دي، ولا تميل بقى للوايت سوس والصلصات؟ باكل كل حاجه. بس انا دايما بميل للاكلات اللي هي الخفيفه علشان شغلنا والدايت وكده. فبحب دايما المشويات او الخضار او الاسماك المشويه. او الجمبري المشوي، الحاجات اللي هي. بس طبعا بعمل كل حاجه علشان خاطر البيت يعني. يعني حسب ما هم حابين. انت بتقدري تتعايشي، مش بتميلي قوي للاكل الغربي بما انك انت بنت بورسعيد بقى والخواجات طبعاً والاجانب متواجدين دايما عندكم. دي نقطه مهمه جدا. حلو. ان احنا اساسا يعني احنا وانا في بورسعيد صغيره كان في كميه جاليات اجنبيه بقى، فرنسيين وطلاينه ويونانيين ومن قبرص. وكانت مدرستي بتاعه المات اللي هو الحساب كانت يونانية. حلو. فكانت مامتي بتيجي معايا الدرس. حلو. وبعد ما نخلص الدرس تقعد بقى ايه مع المدرسة تعرف منها الأكلات الشهيرة اليونانية. حلو.
وتضيفها برضو في الاجنده بتاعتها وتسجلها فكان في دايما طبعا عندهم حاجات مشهوره جدا غير السلطات طبعا هم اكلهم على فكره يا شيف قريب قوي من الاكل المصري. طبعا الاكل المصري ده هو القاعده الاساسيه يعني عندهم بتركب كل الاكلات التانيه عندهم المسقعه وعندهم ورق العنب وعندهم السلطات بالزيتون وكمان هم متميزين قوي بال بالبسكويت اللي هو مثلا بسكوت بالعسل او بسكوت باللوز مثلا حلو. وكان رحمه الله عليها يعني كانت بتحب تعمل لنا كده حاجه كده اسمها جلات كوبوريكو دي عباره يا شيف عن الجلاش حلو اللي احنا بنعمله بس بيتحط عليه بيض وفانيليا بطريقتها واضح ان ماما رحمه الله عليها كانت شاطره جدا في المطبخ يا دكتوره دينا. جدا كانت بتهتم جدا بالمطبخ حلو وطلع لها طبعا دكتوره دينا فكري استاذه كمان في الجامعه واستاذه في المطبخ قالوا لي ان حضرتك شاطره جدا في الحلويات واللي بيشهد بكده طبعا برضو ست بيت شاطره جدا طبعا غير ان هي متالقه طبعا على القناه الاولى طبعا انك انت بتاكلي لهم دايما الحلويات الجميله و ايوه هو ده الاستاذه الهام طبعا الهام قمر شاطره جدا في المطبخ ولها مذاق مميز في الاكلات بتاعتها يعني هي الفكره بس الهام ما حدش يعني ينفع ينافسها خالص يعني ولا في الحلو ولا في الاكل العادي انا دوت اكلها بصراحه رهيب واحنا بننتظر يا شيف بجد اليوم اللي بتعمل فيه اكل عشان بنخلصه ميرسي يا الهام طبعا انت عارفه بحبك قد ايه بس احنا كان عندنا عزومه حضرتك كنت معانا وانا عملت حلويات فعلا لان انا فعلا يعني بحب اكتر اعمل حلويات وبحب اعمل الابديتنج يعني يكون ايه ابديتنج جديد فعملت الحاجات الجديده دايما عملت مكشكشه وعملنا كنافه شفت انا حاجات كانت جميله جدا وعملت رز بلبن حلو عملنا حاجات كتير يعني وده مهم جدا تسالي ضيوفك كمان هم حابين ايه عشان يبقى الاكل على مزاجهم انا بحب دايما يا شيف افاجئ افاجئهم بحاجات انا عارفاها ان هم بيحبوها ويكونوا مش متوقعين ان انا عامله الحاجه دي يتفاجئوا بيها بالظبط ودي على فكره بتبقى زي ما حضرتك فاجئتيني النهارده بجد والله اشكرك بجد ربنا يخليك يا شيف ربنا يخليك السمك اللي هنا بيتحمر هنا اهوت وبعد كده هننزله في الصيدليه احنا كده وصلنا خلاص احنا خلصنا السمك كده خلاص هحطه في الصيديه انت اسرع مني برضه بعد كده برضه معانا حضرتك اسرع مني برضه لا العادات بقى البورسعيديه اللي احنا عارفينها العادات الجميله وكرم البورسعيديه وابطال بورسعيد العيد بقى بأول يوم العيد إيه الأكلات المفضلة؟ يعني لو العيد طبعاً فطر طبعاً الرنجة والفسيخ دول أساسي ويمكن حضرتك عارف إن البورسعيدية ليهم عادات وتقاليد في الأكل مختلف عن المحافظات التانية حلو يعني عندنا مثلا شم النسيم ده حاجه مختلفه تماما ما تشوفوش الا في بورسعيد المنجاونه ولازم نعمل المنجاونه والمنجاونه دي بتبقى بالبيض الملون ولازم ليها طرق معينه في العمايل وهي بيسموها في فرنسا او في بعض الدول برياش لكن هي اسمها البريوش طبعا جبت البريوش معروف اسمها المنجاونه كمان عندنا طبعا المهرجانات بتاعه الاولمبي قلت شويه اللي هي العرايس اللي بتبقى موجوده لكن هي قلت شويه عن زمان طبعا بورسعيد متميزه بقى بالاسماك كلها واكلات السمك والحياه فيها انت عارف بورسعيد بقى لها فتره كده ترند على السوشيال ميديا نتيجه الاهتمام بيها الحقيقه في الفتره الاخيره من القياده السياسيه فالحقيقه بورسعيد شايفه طفره كبيره جدا انا فرحانه بالبلد في كل المحافظات كمان على فكره وانا سعيده جدا وانا سعيده جدا ان هي عادت لرونقها تاني يعني حلو قوي طبعا وعندك الاسماك في بورسعيد كمان بتتميز بان هي عندك السمك بالذات له طبع خاص ومذاق خاص لما نروح بورسعيد تاكليه هناك يعني السمك ممكن تاكليه في اي مكان السمك بس مختلف بورسعيد له طعم تاني وطريقه كمان تقديمه يا شيف مختلفه يعني يمكن في بورسعيد احنا متعودين ان في اسواق اسماك لكن جنبها كمان في البازار يعني البازار ده كان قديم من ايام الاجانب وكان يعني بيتقدم فيه كل انواع الاسماك والخضار بعد كده طبعا مول السمك الجديد اللي فعلا يعني طفره زي يعني حضرتك تدخله تحس ان انت داخل
دولة أوروبية يعني، اللي هو المول السمك. مول السمك، عايز أقول لك مول السمك دلوقتي بقى مول عالمي دلوقتي بعد اهتمام الدولة بيه، يعني بقى مزار. يعني كل أنواع الأسماك الأجانب يروح ياخدوا هنا من القاهرة، نروح نتسوق في غير الأول خالص. بالظبط. وبعدين طريقة عرض السمك يعني تحس أن حضرتك عايز تدخل تشتري كل الأسماك اللي موجودة. طيب أنا محتاجة بقى الطحينة. إيه رأيك في الجو ده؟ لا رائع رائع، والريحة تجنن. عينيا ريحة تسلم إيدك. دي صيادية الريحة. ريحة جايبها في الاستوديو تجنن، احنا صايمين. أيوة. شفتي ازاي كل ده بيتشال ونروق الدنيا. ليمون بعد. طب كده قولي لي ما ولادك بيحبوا يخشوا المطبخ يساعدوك يا دكتورة دينا؟ أنا ولادك عندهم كام سنة؟ أنا عندي زياد ثانوية عامة. واكيد هو بيتفرج دلوقتي على الحلقه دلوقتي. فبقول له يا زياد ادخل ذاكر بليز. طب بعد زاكر. بعد الحلقه ما تخلص ادخل ذاكر يعني اديله بريك كده. ايوه. وعندي هيا تانية اعدادي. وهي شبهي النسخه المصغره من دينا يعني. ربنا يخليها لك. بتحب المطبخ زي مامتها جدا وبتساعدني، بس في الاطار اللي انا سامحاه لها. يعني يعني مثلا في الوقت يعني انا بخاف جدا على حاجتي، بخاف حاجه تتكسر، حاجه تتغير في مكانها. فالحاجات بس اللي انا بقولها لها هي اللي تساعدني فيها. يعني الحاجه المعينه مثلا يعني تخش تعمل عجينه كريب مثلا، حاجات الخفيفه ممكن دي. تعمل بيض مقلي، بيض مسلوق، تعمل خشاف. احنا على فكره في بورسعيد اول حاجه في الفطار لازم الخشاف. خشاف بيتعمل ازاي؟ بحط بقى اللي موجود، قراصيا، مشمشيه، البلح، الزبيب. بس بقى بنحط حاجه عليها كمان، بنحط الجوز الهند، وبنحط بحط شريحه كده قمر الدين عليه، بتديه مزازه كده. ولازم يكون ساقع يعني، لازم يتقع على الخشاف. قمر الدين مفكوك يعني. لازم يعني اقطع حته من اللفه. حلو. شفت المعلقة دي؟ معلقة دي ايه؟ معلقة زبدة كده. انت حطيت ايه مية دلوقتي؟ ده زبدة حضرتك؟ خلاص. زبدة. قولي بقى يعني التركية، عشان انا عارفة التركية اللي في الاخر دي بتفرق في الطعم. بصي انا عايز الصينة دي تتحمر من غير ما تتحرق، يعني تاخد لون. والسمك تقريبا خلاص تلات ارباع سوا، بيعوم بعد كده في الصيادية بتاعته. تمام. تعرف ليه سموها صيادية؟ عشان السماك وهو بيصطاد بيبقى هو في السفينه او في المركب، فبيعمل بالبصل والثوم اللي موجود معايا يعني. امكانياته هو على المركب. بالظبط. البصل والثوم والطماطم دول امكانياته، المخزون بتاعه، زائد رزقه من البحر. بالظبط. على حسب ما يطلع. عشان كده سموها صياديه على طريقه الصياد. بس احنا بنطورها بقى، نحط لها جزر، شويه حاجات تحابيش زي ما حضرتك بتقولي يعني. دي خلاص هتخش الفرن على كده. وعملنا الرز الصياديه، البصليه اتحمرت زي الفل ونزل عليها الرز، شويه الكمون وشويه الكزبره. شفت سريه السمك الحلوه دي؟ تسلم ايدك وريحتها تحفه. ليه تصورني معاها يا فاروق بالله عليك؟ طبعا شفت السمك البلطي من خير مزارعنا في قلب الصينيه بيتكلم مصر. خلصنا اهو. سمكه سمكه. والبصلايه مع التومه مع الكرفس مع الشبت مع التفاصيل. وجود الدكتورة طبعا دينا فكر النهاردة اللي منوراني في الاستوديو خلت السمك يعني بيضحك. هو البلطي او الشبار احنا كل بنحبه، البورسعيدية بتحبه جدا. وتسلم ايدك، والخلطة رائعة. وطبعا ايوه كنت لسه انا هبدي ايدي. اتفضل. ايوه احب انا البصمة دي بتاعت حضرتك عليها زي الفل. واحب كمان يا شيف لو في مثلا شرايح ليمون، شرايح اورنج مثلا، لو في مثلا طماطم الشاري تتحط بتدي منظر. لكن حضرتك يعني لا يعلى عليك.